بسم الله والابن والروح القدس اله واحد امين. قديس بولس الرسول النهارده بيقول لنا ايه في منتهى جمال والقوه الروحيه والعظمه الروحيه ايضا في كولوسي 3-4، بيقول متى اظهر المسيح حياتنا، متى اظهر المسيح حياتنا، حينئذ هناك انتم تظهرون معهم في المجد العظيم. بيتكلم عن المجد الابدي اللي ربنا يسوع عايز يديه لاولاده وبناته اللي بيقدموا توبه كل يوم وعايزين يعيشوا معاه. بس هو قال كلمه خطيره جدا، متى اظهر المسيح صفته ايه؟ حياتنا. هو بيقول بولس الرسول المسيح هو حياتنا، حياتنا كلنا. وابونا بيقول كده برضه في شيخ الانجيل ان المسيح انت وحياتنا قيامتنا شفاءنا وخلاصنا كلنا، فالمسيح هو حياتنا. والنهارده ايضا المراه السامريه كانت حياتها ليس لها معنى على الاطلاق حتى رات المسيح وعرفته عن قرب. مش كل واحد شاف المسيح حرفه، لا، ياما ناس شافته بالالاف ولا عرفوه، ياما ناس عمل معاهم معجزات ولا عرفوه، لكن الواحد اللي عاوز يعرف المسيح قال له كده ارمي الشباك في العمق. عايز يعرف المسيح يدخل الى عمق الحياه مع ربنا. قديس بولس الرسول قال البسوا المسيح، البسوا المحبه، البسوا المحبه اللي هي المسيح، البسوا، لان هو كان بيكلم شعب كلوسي، وشعب كلوسي كان معروف عنه مشهور بتجاره المنسوجات كستيلين يعني، عشان كده بيكلمهم بلغات بيقول لهم البسوا المسيح. فوق هذه جميعها البسوا المحبة. متى أظهر المسيح حياتنا فحينئذ تظهرون أنتم أيضا معه في المجد. ينتظر أولاد وبنات ربنا مجد عظيم، بس أسلك وأسلكي حسب مشيئة ربنا. إن سقطت قم، إن فرحت بربنا امسك في الفرح، إن تهت ارجع متأخرش، وإن العالم شدك شوف الحقيقة العالم لأنه فاني وتافه جدا جدا. المسيح قال أنا هو القيامة والحق والحياة، قالها لمريم ومارسا وهم فهموها بشكل رمزي، لكن المسيح قال لهم لا، ده أنا هو الحياة بالحقيقة. أحبائي كثير مننا لم يدرك بعد معنى إن المسيح هو حياتنا، بنظر المسيح ساعي من الحد وتبقى هي دي حياتنا، بناخد المسيح شوية عالطاير، بناخد المسيح شوية واحنا ماشيين، شوية كده في البيت وشوية في العالم، ما ينفعش. المسيح هو حياتنا كلنا، هو فرحنا، هو سلامنا الذي جعل الاثنين واحدا، هو اللي عمل الصلح بينك وبين السماء، بيننا وبين السماء، عشان كده يستحق ان احنا نكون معاه على الدوام. العالم بطبيعته بيشد الانسان، العالم بطبيعته بيحاول يبعد الانسان عن ربنا، ويحاول يسقط الانسان في خطايا كثيره، ويحاول يتوه الانسان عن ربنا. لكن الشطاره انك متى شعرت انك سقطت قمت، ولو مش شاعر روح لاب اعتراف واتكلم معاه قول له انا في توهان، انا بعيد عن ربنا. متى أظهر المسيح حياتنا؟ المسيح هو حياتنا، هو حياتنا كلنا وقيامتنا كلنا وفرحنا كلنا. أنا هو القيامة والحق والحياة، لم يجرؤ أبدا إنسان ولا رئيس ملائكة ولا رئيس أنبياء أن يدعي أن هو الحياة، لأن المسيح هو الله الذي ظهر في الجسد أو الظاهر في الجسد. المسيح هو الله، عشان كده هو وحده له الحياة، لكن هو نفسه مصدر الحياة، فيه كانت الحياة والحياة كانت نور العالم. اللي يعيش في المسيح يعيش في النور، انتهى هيحس بالظلمة، وان الظلمة أعمت عينيه يرجع تاني عشان يفتح ويشوف المسيح. المسيح هو فرحة كل إنسان بيدور على المتعة بتاعته وعلى سلامه وعلى إن هو يبقى مبسوط، وكل إنسان من حقه بيدور على المتعة بتاعته بالطريقة الصحيحة. في واحد يلاقيها في الأكل والشرب مؤقتا، واحد يلاقيها في العالم والمال،
مؤقتة، واحد يلاقيها في الجسد مؤقتة جدا، لكن الحقيقة حقيقة ان الانسان اللي بيلاقي المسيح صح هو دوت اللي بيحيا في الفرح الكامل والسلام. عشان كده انطونيوس العظيم ساب كل شيء لما شعر ان الحياة كلها هي في المسيح. المسيح له المجد، هو حياتنا، هو افراحنا، وهو سلامنا ايضا.